نظم ائتلاف دولة القانون برئاسة نور المالكي ندوة عبر الأقمار الاصطناعية مع الجاليات العراقية في 10 دول حول العالم من بينها بريطانيا، ويسعى الائتلاف إلى إقناع الناخبين المغتربين بالتصويت لمرشحيه. يوسف ماهر فنان مسرحي عراقي عاش بعيدا عن بلاده 30 عاما أو يزيد. أتى إلى أحد الفنادق الفاخرة بشارع إيجوير رود الملقب بشارع العرب في قلب لندن، حيث مقر ندوة ائتلاف دولة القانون. ماهر يبحث عن إجابات لتساؤلاته حول مستقبل بلاده التي يستعر فيها تنافس المرشحين للوصول إلى الحكم. جاي نسمع آراء المرشحين، نشوف ايش قد مصداقيتهم في تنفيذ ما راح يوعدون به بالمرحلة القادمة، لأنه احنا سمعنا كثير من الآراء ولم تنفذ اي من الأشياء. احنا اليوم داخلين في مجال الانتخابات، فنريد نبيع بضاعتنا. ندوة ائتلاف دولة القانون ضمت وزير الدفاع الحالي عبد القادر العبيدي وعضوي البرلمان عن الائتلاف حاكم الحسني وحيدر العبادي، الذين استفاضوا في شرح برنامج الائتلاف لمتابعيهم من عراقيي المهجر عبر الأقمار الصناعية في الولايات المتحدة و7 دول أوروبية منها السويد وبريطانيا وأيضا سوريا ولبنان. الحقيقة تعريف يعني هدف تعريف الجالية بأهداف دولة القانون، ولكن أيضا دولة رئيس الوزراء وائتلاف دولة القانون يحب أن يسمع آراء الجالية ومقترحاتهم. لكن رئيس الوزراء العراقي نور المالكي الذي يتزعم الائتلاف تخلف عن الحضور بدعوى انشغاله باجتماع أمني، وكان لذلك أثر على بعض من تابعوا الندوة. الآن أنت تتكلم مع وزير صار له 4 سنين بالدولة وهو سيترك الوزارة ولن يترك للذي سيخلف أي خطة، وهذه مأساة. الحمد لله أكو تطور، ولو هذا التطور بطيء، التطور يأخذ له مدة، لكن إن شاء الله نجده إن شاء الله هذا التطور بشكل ملموس وجيد إن شاء الله في العام القادم إن شاء الله. لدى انصرافه سألنا ماهر إذا ما كان قد حصل على إجابات لتساؤلاته. الحقيقة مو كل الإجابات اللي تمت أو الأسئلة اللي انطرحت أنه تم الإجابة بشكل واضح وموضوعي بحيث تتنفذ هذا البرنامج بالمستقبل، هو كله كلام تقريبا صار بعموميات، يعني ما موجودة الخطة الواضحة. عندما يقول لك مثلا راح نسوي الزراعة، كيف راح نسوي الزراعة أو كيف راح نسوي الصناعة؟ أكو هناك منهجية، أكو هناك آليات للتنفيذ. ائتلاف دولة القانون نجح في اجتذاب مئات من العراقيين الذين أتوا من شتى أنحاء بريطانيا لمناقشة برنامجه، لكن نجاحه في استمالتهم أمر ستجيب عنه نتائج الانتخابات العراقية. أحمد دياب، BBC، لندن.